حياكم الله أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة حلقات مواقع بتغير حياتك الجزء 53. اليوم عندنا مجموعة من المواقع إن شاء الله اللي راح تعجبكم بإذن الله. أذكركم بالاشتراك بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وأكيد لا تبخلوا عن اللايك والكومنت والشير. عندنا ثلاث مواقع. الموقع الأول اسمه يا جماعة pixels.com. هذا الموقع رائع، يعني بيحتوي على مجموعة من الصور ذات الجودة العالية والدقة الغير طبيعية، بالإضافة إنها فري، يعني ما عليها كوبي رايت، فيك تستخدمها في أي شيء بدك إياه. أي صورة بتعجبك فيك تستخدمها مباشرة وتعملها فري داونلود، موقع جميل جدا يا جماعة، وصور أجمل ولا أروع، وفيك تبحث كثير عن شغلات بدك إياها. يعني هون عندك قوالب جاهزة، هون عندك مجموعة من صور معروضة، أو أنت بدك تبحث عن صور مثلا، هنقول مثلا رمضان، قرآن، إسلام، رمضان كريم، إسلام، 4K، مون، ماسكس، أشوف رمضان، طلع لك صور رائعة بدقة عالية وفري، ما عليها رايت كوبي. الموقع الثاني، هذا اسمه pixels.com. الموقع الثاني يا جماعة اسمه mathway.com. موقع حلو جدا يا جماعة الرياضيات. هذا الموقع بيحل لك أي مسألة رياضيات بكل بساطة. يعني في عندك هون اللي هي أقسام الرياضيات وأمور الرياضيات وفروع الرياضيات بشكل عام. لو اخترت الجبر وتيجي تكتب المسألة اللي بدك إياها، طبعا جوز ما تضبط معي أنا لأني مثلا مش عارف شو السؤال اللي بدك تكتبه، مثلا على فرض زي هيك رقم. المهم أنت بتكتب المسألة مباشرة هون يا سيدي العزيز. يعني هاي لوغاريتم 90، أجرب الله حيعطيك حلها هون وإلى آخره من هالكلام، شايفين؟ فأنت أكتب المسألة هون وهو بحل لك إياها، سواء بالألجيبرا، بالكيركولاس، بالستاتستكس، بالفنت ماث، باللينير ألجيبرا، في الفروع كلها بحل أي مسألة رياضيات. يعني أكتب المسألة يا سيدي العزيز واكبس هون ومباشرة بحل لك المسألة. الموقع اسمه mathway.com يا جماعة، mathway.com. الموقع الرابع حلوة فكرته، الموقع الرابع اسمه platform.leolabs.space. هذا يا سيدي يا عزيز بكل بساطة بجيب لك الأقمار الصناعية الموجودة الآن حول الأرض، مع تفاصيل كثيرة إلها، فشوف أنت وين موجود، شو الأقمار اللي فوقك. platform.leolabs.space. إن شاء الله بحط لكم المواقع في الديسكريبشن أسفل الفيديو. تحياتي.